حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي بيت القصيدة. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في كل مكان أينما كنتم، نرحب بكم وبالنيابة عنكم اسمحوا لنا أن نرحب بضيف هذه الحلقة. معنا من مصر الشاعر المتميز الأستاذ أحمد جمال مدني. حللت أهلا ونزلت سهلا على بيت القصيد أستاذ أحمد. أهلا بك صديقي، تشرفت بكم كثيرا. أحمد، في البداية إطلالة عاجلة على سيرتك الذاتية ومن خلالك، حدثنا عما تحب أن يعرفه الجمهوران العراقي والعربي عنك بحدود دقيقتين، تفضل شاعرنا أحمد. أنا أحمد جمال مدني، شاعر مصري من جنوب مصر من محافظة أسوان، أقيم في القاهرة، أعمل مخرجا لشريط الصوت دبلجة الرسوم المتحركة في قنوات سي جي تي إن العربية. شاركت في المؤتمرات الشعرية العربية والمصرية، حصلت على العديد من الجوائز العربية ما شاء الله. بشكل مختصر، أصدرت دائرة الثقافة والإعلام في حكومة الشارقة ديوان الأول قادم من أقاصي الحنين في عام 2017. جميل. ونشرت الديوان الثاني في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2021، يمامة أغفت على كتف الصياد. جميل جدا. أحاول أن أكتب ما أحسه، أحاول أن أكتب ما أريد أن أقوله فقط. جميل، هذا يا كل أحمد. شيء جميل جدا أحمد العزيز. وقبل الشعر، ما الغاية المثلى من وراء فن الشعر وبرأيك يجب أن يتمسك بها الجميع؟ تفضل. الغاية المثلى من وراء فن الشعر هو كتابة الوجدان، كتابة الروح، كتابة النفس. كل شاعر هو امتداد لنفسه وللآخر، هو مرآة لمجتمعه، مرآة لوطنه، مرآة لأصدقائه، لأحبابه، لكل ما يشعر به. فلا بد أن يكون الشاعر مرآة صادقة، هذا كل شيء. نعم. إلى أولى القصائد التي تود أن تشنف آذاننا وتطرب وجداننا بها، إلى القصيدة الأولى، تفضل أحمد، أسمعنا ما لديك أو ما تحب الأحرى، تفضل أحمد. قرية ضاع صوتها، يا الله، على الأرض والأشجار تسحب ظلها، بكى حجر يوما وبلل رملها، وحدثني عن قرية ضاع صوتها وربانها حطت على الرسم رحلها، وحامت صقور فوق برج حمامها، وأعطت لدلال المدينة نخلها، يا الله، ومن يومها المزمار لا يطرب الخيول، والوتر المشدود حل وحلها، فلا قائل الموال أخف شجونه، يا الله، ولا الفارس المغوار أوقف نصلها، ترحل عن الأرض التي لا ترى بها سوى الليل يغشى، فالضباب استحلها، فلا ذلك المكيال يعرف كيلها، ولا ذلك الميزان يعدل ميلها، وما شفتها إلا تناقض نفسها، تبارك أغرابا وتلعن نسلها. يا الله. وكان عيال النجع لما تحدرت من الجبل العالي يريدون حملها، وفي جهة أخرى تزيد من الأسى، فكيف لأم أن تجافي طفلها؟ تلالت نجوم الليل عرابها خبا، ومن غيرهم في سكة التيه دلها، فقير ومجذوب، غني وتاجر. الله. بكاها بكى عنها، شراها وذلها، ومن يومها لم تحمل الماء جرة، وأكثرها في الناس صار أقلها، وكانت إذا حلت ضفائرها جرى إلى شعرها ماء البحيرة قبلها، وكانت إذا حلت ضفائرها جرى إلى شعرها ماء البحيرة قبلها. الله. سمعت من الصفصاف أن حمامة على غصنها حطت لتؤنس ليلها، ولما طواها الليل تحت جناحه تمايل صياد وحاول قتلها، فقلت القرى ضاقت وولى بريقها، فهذا طغى فيها وذاك استغلها،
وربي مزاميري بعيدا عن القرى، فمنذ متى الزمار يطرب أهلها؟ فمنذ متى الزمار يطرب أهلها؟ حقيقة يا أحمد، وبعد أن أقول لا فض فوك، وهذا واجب وفرض عين لا تنازل عنه، بعد كل هذا لا أجد ما أنصف به هذا الجمال سوى المزيد من قولة الله. أنت مبدع حقيقي يا أحمد، ما شاء الله عليك، ويبدو أن هذه الحلقة من بيت القصيد ستزداد تميزا مع قراءتك في كل نص جديد يفاجئنا بما يعرض علينا من ملامح جمالك التي لا تخفى على كل عارف بالحب. أحمد العزيز جدا، عن العارفين بقيم الجمال ومبادئ الوفاق الإنساني، السؤال عن دور الشاعر في تكريس القيم الجميلة وترسيخها كذلك، تفضل. كل شاعر لابد أن يرى العالم أجمل. نعم. حتى وإن كان هناك يعني عكس ذلك، ولكنه دائما يرى العالم أجمل ويريد أن يرى العالم أجمل. فالقيم الجمالية تكمن في التصوير الشعري، لابد أن يكرس الشاعر التصوير الشعري على أساس القيم الجمالية، لابد أن يوصل هذه القيم إلى الجمهور، لابد أن يكرس جهده في الرصد، لابد أن يرصد القيم الجمالية ويقوم بتوظيفها في نصه، ولكن توظيفا يعني لابد أن تكون موظفة بشكل صحيح بشكل لائق. كل شاعر هو مرآة مثلما ذكرت في البداية، فلابد أن يكون جميلا، لابد أن يرى العالم أجمل، لابد أن يريد أن يرى العالم أجمل. يعني الموضوع ليس خداعا، ولكن لابد أن يرى أو يريد أن يرى العالم بشكل أفضل. نحن نقدم صورة كما نراها، ولكن أعين الشاعر لابد أن تكون مختلفة. نعم، تختلف رؤية شاعر عن آخر كما تعلم يا أحمد، ربما بالأسلوب أو الموضوع أو الفكرة أو المضمون، لكن ماذا عن مساحة الالتقاء التي ينبغي على الأغلبية إن لم يكن الكل من الشعراء أن يلتقوا فيها؟ أين يجب أن يلتقي الشعراء حتى وإن كانوا مختلفين بالنهج بالأسلوب بالطريقة بالمدرسة، لكن هناك مساحة معينة لابد أن يلتقي الجميع فيها، ما هي هذه المساحة من وجهة نظرك تعريفها؟ من وجهة نظري لابد أن يلتقي الشعراء في المساحة الإنسانية التي تعبر عن الإنسان، تتحدث عن الخاص وتخرج إلى العام. لابد أن يكون الشعراء على في 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 مساحة إنسانية واحدة، يناشدون يعني أو يعني يباركون القيم الإنسانية ويحثون الناس عليها. لابد أن يجتمع الشعراء في هذه المساحة. أما عن التركيب اللغوي أو التصوير الشعري، لابد أن المساحة المشتركة لكل الشعراء، لابد أن يدرك الشاعر أنه لابد من استخدام العلاقات المناسبة بين الصور حتى لا يكون النص ضبابيا، وهذا نراه في نصوص كثيرة. لابد أن تكون العلاقات واضحة بين الجمل، والعلاقات واضحة بين الأفعال وبين الأسماء، والعلاقات واضحة بين المبتدأ والخبر وبين تركيب الجملة، لأن هذا الوضوح هو من سمة الشعر الحقيقي. كلما كانت الجملة بسيطة كلما وصلت أسرع، فهذا لابد أن يعني يكون مشتركا بين الشعراء. تفضل. أنت الذي يجب أن تتفضل علينا الآن بقصيدة جديدة إجاباتك فيها من الشاعرية وفيها من الثقافة ما ينبغي أن نتوقف عنده كثيرا، فهي إجابات عالية، لكن شعرك كذلك أو شعرك لا يقل علوا عن ارتقائك في ميدان الثقافة والنقاش الجميل يا أحمد. أنت مقنع ممتع مبدع في شعرك وكذلك في حوارك، لكننا نريد أن تعود بنا إلى الشعر مجددا. نص آخر عنوانه اقرأ ما تحب. لم يعرف أن الموت سيطرق بابه. يا الله. لم يعرف أن الموت سيطرق بابه، في المقهى جالسنا بالأمس وغنى، وبكى من حال قتال وتمنى، وحكى عن نار ينضج جنباه عليها في الليل، وعن طار الأفكار بغرفته إن رنى، عن ضيق الحال ونار الشكوى والحظ العاثر، وعن الدنيا وهموم الدنيا والأول منها والآخر، فطبيعي أن يسأل أين الموت
لينجو من قفص الدنيا كالطائر ويودع آلام الجسم المعتل وأحلاما لا تتحقق لو كان تمنى ويودع أحبابا لا يدنون إذا حنى وأغانيا لا تحتمل أساه إذا غنى وأياديا لا تتكئ على الأجراح إذا أنى فطبيعي أن يسأل أين الموت فطبيعي أن يسأل أين الموت ولكن ليس طبيعيا أن يجد الموت أجابه لم يعرف أن الموت سيطرق بابه لم يدرك وهو يفكر في شيء أن الشيء سيحدث في نفس الوقت لم يلحظ شيئا من قبل تغير لما فكر فيه دوما يحتاط على حلم بحياة آمنة وليال صافية الله. لا يحلم من باب الترفيه لم يتغير شيء من قبل لكي يتغير من بعده لم يأتي السعد ولم يصدقه الوعد فلذلك لو عاد الزمن الآن لكان اختار الفرج لا حرج عليه لا حرج لكني أعرفه من فرط الزهد وتصعير الخد لدنياه وطريق مقطوع يلقاه وصراخ مكتوم الصوت لو عاد الزمن وأدرك هذا سيفكر ثانية في الموت لا شيء سيوقف هذا الصخب سواه ولذلك لما دق الموت الباب رآه يجري واشتبكت بيديه يداه وابتسم وألقت دمع الفرحة عيناه واستسلم لما سهم الموت أصابه وكأن أكفا حانية أنسته عذابه لكن لم يعرف أن الموت سيطرق بابه كنا بالأمس ثلاثة أصحاب واليوم اثنان على المقهى والثالث غاب وغدا سأكون هنا وحدي أو سيكون وحيدا صاحبنا يندب أصحابه الله الله أنت رقيق رقراق راق يا أحمد تشكل سلام. عالمك الخاص عالمك الموازي وبذلك تنجو من براثن هذا العالم الذي يضج بالوجع الكبير ربما كان هذا الموت الذي تدلف منه إلى حياة تشكلها يداك بالطريقة التي يألفها قلبك ويستريح إليها جنانك وبيانك ولسانك وعقلك المدرك الفاحص العالي أحمد مدني تذهلني في كل قراءة ومن المؤكد أن كثيرين من المتلقين والمشاهدين يشاركونني ذات الرأي هناك الكثير من الأوجاع التي تقود الشاعر إلى الكتابة حبذا لو تحدثنا الآن عن محرضات الإبداع في روح الشاعر أحمد مدني وما الوجع أو ملامح الوجع الذي يستدرجك حتى تكتب تفضل يا أحمد صديقي كل شاعر له تجربة في حياته ربما تكون هذه التجربة قاسية وربما أكيد. يعني ربما تكون ليست قاسية ولكن العمل المشترك هو الوعي أرى أن الكتابة لابد أن تحمل وعيا ولابد أن يحمل الوعي الكتابة هي عملية متبادلة ولابد أن يكون الشاعر حريصا على هذا الأمر لابد أن يكون واعيا فمن الوعي يعني تخرج الكتابة هذا ما أراه لكن فكرة الأوجاع هذه الفكرة يعني مشتركة بالتأكيد بين كل الشعراء لابد أن يكون هناك أمور سيئة حدثت في حياته أمور جيدة حدثت أمور طارئة طرأت ولكن العامل المشترك والشاهد بعد أن يتجاوز الشاعر مرحلة الكتابة من أجل الكتابة لابد أن يكتب من أجل الوعي من أجل فكره ومن أجل أن يوصل ما يريد أن يقوله للعالم ما يريد أن يتذكره الناس به بعد رحيله أحسنت يا أحمد أحمد القيمة الإنسانية خلق نبيل كما تعلم وكذلك تكريم الإنسان من أسمى الصور العالية التي يسعى الشعراء لخدمتها السؤال هنا إلى أي مدى ترى أن الجمال والكلمة لا يزالان لديهما القدرة على الصمود في هذا العالم الممسوس برائحة الموت والبارود تفضل يا أحمد نريد إجابة جديدة تنتمي إلى وجعك بالتأكيد صديقي الكتابة هي فعلا مرآة العصور هي فعلا يعني كطلقة مسدس مثلما قال الكثيرون من الشعراء
والكلمة لها كلمات، لها قيمتها ولها وزنها ولها محددات تستطيع أن تغير العالم وتغير الواقع. هذا صديقي أمر معروف، ويعني حتى تاريخيا، يعني هذا الأمر معروف تاريخيا، أن الكلمة والقصيدة الصارخة في وجه الظلم لابد أن أكيد تنتصر في النهاية. أكيد أكيد، وكذلك دائما نصوصك تنتصر للإنسانية وتنتصر للعدالة وهي المنتصرة في النهاية قولا وفعلا. وإلى مزيد من الشعر يا أحمد تفضل، ماذا ستقرأ هذه المرة؟ غريزة الطيران. تفضل طر بنا إذن. لما لا أطير؟ يقول طفل حالم لأبيه: يا ولدي لأنك لست طيرا كالحمام. نعم، وماذا سوف يحدث يا أبي لو كالحمام نكون؟ لن تقسو علينا هذه الدنيا وتحشو الملح في أجراحنا، لن تنمحي أشكال خطوتنا الصغيرة من جبين ترابها. سنكون روح العدل في جسد الحياة، نرى الحقيقة في عيون سرابها. سنمر فوق الريح، لا قلق يعكر صفو رحلتنا، كأن الريح تحملنا على أهدابها. ستضمنا الدنيا ونحن ندور مبتسمين في أسرابها، أغصان زيتون وأجنحة تميل، ولا عناء ولا دماء تسيل من محرابها. لا حرب تطحننا كقمح في رحاها، لا حراب تدق في أبوابها. سنكون أحباب الينابيع التي تعدو كخيل تحت أغصان الشجر، وسنصنع الأشكال في طيراننا حول القمر. ماذا سيشغلنا إذن؟ فالوقت سيف وانكسر. سنكون جند الحب فوق الأرض، نأكل من حبوب الحقل ما يكفي، ونشرب من مياه النبع ما يكفي، فلا شبع ولا طمع. ستمنحنا الحدائق فرصة لنقيم أعشاشا على أشجارها، ولأن كل الناس يا ولدي حمام، لن تطال أكف صياد الحمام جناحنا، لن يصنع الحداد أقفاصا لنا. سنطير حين نحس بالثعبان يدخل في المساء أبراجنا، يا الله. سنطير لا لنعود ثانية لصاحبنا، ولا لنكون صيدا طازجا، لغريزة الطيران داخلنا فقط سنطير. آه لو تحقق ما نقول، فلن ترى إلا سماء حرة لا تشتهيها الطائرات، ولا تزاحمها صواريخ وتطفئ في الظلام نجومها. لن تستحل أكف هذا الليل ضوء الشمس، نحن بريدها بالنور للأفق الرحيب. سماؤنا زرقاء صافية لنا، وتحب أجنحة الحمام وتنتشي بهديله. لو كالحمام نكون يا ولدي، ستقبلنا السماء كأصدقاء للغمام، وستنتهي كل الحروب ولن نرى إلا السلام. الوقت داهمنا فهيا كي تنام من وقتها، والطفل يدعو الله أن يعطيه أجنحة ويقضي ليله في وسط أبراج الحمام. ويقضي ليله في وسط أبراج الحمام، ما أجملها من أمنية، ما أرقها من تعابير، ما أعلاه من نص. حقيقة لا أجد من القول ما يسعفني حتى أعبر عن سعادتي الغامرة جدا بهذه القراءة الواعية يا أحمد. أنت شاعر يكرس لي الفكر النير، يكرس للإنسانية الحق في قصائده. لماذا كل هذا يا أحمد؟ قد يقول لك قائل: اكتب بما يرضي الناس، اكتب بما تفرضه عليك الساعة والظروف الحالية، لماذا تذهب إلى مزيد من العمق في قصائدك؟ ماذا ترد على من يقولون ذلك؟ أقول صديقي، كل شاعر يحاول أن يجد لنفسه مساحة مختلفة عن الذي سبقه. نعم. ونحن نمتلك تراثا عربيا ضخما من 2000 سنة، يعني هذا موجود، ولابد أن كل شاعر يكون لديه الوعي أن يختار مساحة مناسبة لكتابته ولوعيه. فأنا أحاول أن أجد مساحتي الخاصة، وأنا فقط أقول ما أريد أن أقوله وأشعر به.
أحسنت أحسنت يا أحمد، وهكذا يتشكل الشاعر الحر، وهكذا يبسط فراش الحرية على امتداد الخريطة العربية الواحدة لكل من يودون مصافحة نور الشمس. متواصلون معك يا أحمد وكذلك مع الجمهور العزيز من متابعي بيت القصيد، لكن بعد فاصل قصير فاصل ومن ثم نواصل، ابقوا معنا. يا حادي العيس نحو الغرب تحدونا، فما وصلنا ولا عدنا لوادينا. تمضي السنين ولا تفضي مسالكها لواحة عندها يرتاح عانينا. ونحن نحن مضت ألف وما برحت تقفو أواخرنا كرها أوالينا. وأنت أنت وجوه جمة ويد قد لوحت بالعصا من أجل عاصينا. والناي في يدك الأخرى إلى جهة أخرى قد احتجبت عنا ينادينا. ظمأ ونحمل ماء لا نراه وقد نرى السراب بها ماء يماشينا. يا أحادي العيس لا جوع ولا عطش ونحمل الزاد والأمواه راضينا. وحبة القمح إن جعنا ستشبعنا وقطرة الماء إن نظمى ستروينا. إن الجبال حملناها وما قصمت ظهورنا وبلغناها العناوين. وقشة قصمتها ليس من أحد يستلها وخزت حتى أغانينا. أن الحمير يا حادي تقدمها ظلما علينا وتسقيها وتضمينا. لما نزل نمضغ الأشواك في مدن لما تزل تنبت الزيتون والتين. قالوا الربيع فلن تزهر حدائقنا بعد الرصاص ولا اخضرت روابينا. فهل سوى أن أشرافا قد اجتمعوا واستبدلوا بالسلاطين السلاطين. يا حادي العيس إن الغرب يلفظنا والشرق ما عاد مثل الأمس يدنينا. سفائل نحن في الصحراء ضائعة لاح الهلاك وما لاحت شواطينا. نمشي على الجمر لا موج فيغرقنا فنستريح ولا بر فيؤوينا. محملين بما يعي الجبال ولا ندري بأي ثرى تلقى مراسينا. بيض بيارقنا بيض مآقينا سود صباحاتنا سود ليالينا. بنا أحاطت خطايانا نوافذنا أغلالنا ومراقينا مهاوينا. ضاع الطريق الذي يفضي إلى غدنا ولم يعد مفضيا حتى لماضينا. مولودنا لا تسر الأمهات به وميتنا ليس تبكيه بواكينا. طال الطريق فقل ماذا تريد بنا حتى متى في دياجيه تداجينا. لطالما كنت للأشراف تنحرنا وطالما كنت للأضياف تهدينا. وطالما كنت توفي النذر من دمنا مفرقا لحمنا
كي تحفظ الدين للضيف تحلبنا حينا وتمنحنا حينا وتذبحنا من أجله حينا يقاس للضيف تنحرنا حينا وتحلبنا حينا وتذبحنا من أجله حينا يقاس جودك والرأي السديد بنا فمن هجاك وأطرى فهو يعنينا هل بعتنا لغريب قل بلا مذق ولا تخفف علينا إذ تواسينا فإننا لا يميز اليوم أبصرنا من خاض في دمنا ممن يحامينا وعنف عاقرنا من لطف عاتقنا ونصل قاتلنا من عدل قاضينا وصوت جلادنا من صوت منقذنا ووجه بائعنا من وجه شارينا حدا بنا أمس حاد لا شريك له حدا بنا أمس حاد واحد وأتى يوم به أصبحت ألفا حوادينا كل إلى جهة في الغيب يأخذنا هيهات تبلغها حتى أمانينا ويدعي نايه عند المسير لها بأنها جنة الفردوس تدعونا وكلما أن منا الكهل قال لنا يمشي على الشوك من يبغي الرياحين حتى إذا ما بلغناها على ظمأ والحر يرمضنا والشوك يدمينا لم نلق من تحتها الأنهار جارية ولم نشم لو خيالا حورها العينا وشف عن زحنة الجزار مبسمه وأصبح النائي في كفيه سكين يا حادي العيس نحن العيس لا أسدا ولا ثعالب كنا أو ثعابينا فما لنا والوغى نغشى مكارهها عنا إليك ويكفينا الذي فينا عنا إليك ولا تسمع إلى جمل مجامل يدعي أن المحامون نزلزل الأرض لو صلنا بها أسدا ونحجب الشمس لو حمنا شواهينا عنا إليك فلا مجد ولا شرف بل للمنية لا للمجد تسجينا فلم نقاتل ولم نقتل ولا أسرت منا الألوف ولم نهرب مولينا بل سقتنا دون أن ندري إلى صنم ذبحتنا تحت رجليه قرابينا إن كان لابد ذبح الشاة تذبحنا فاشحذ نصالك فالمسلوم يؤذينا وحش الفلا ونسور الجو ثاغبة تنوشنا حين في الصحراء تلقينا لا سقف بيت لنا أعليت يكنفنا هلا حفرت لنا قبرا يوارينا أعزائي المشاهدين أجدد ترحابي بكم ولمن التحق بنا في هذه اللحظات معنا من القاهرة عبر الإنترنت الشاعر المميز جدا أحمد جمال مدني أهلا بك أحمد من جديد أهلا وسهلا بك صديقي أهلا بك أحمد وقبل أن نذهب إلى مزيد من الأسئلة والنقاش العذب الجميل رفقتك خذنا إلى قصيدة جديدة اختر ما تحب واقرأ علينا ما تفضل وكل ما تختاره يدخل في قائمة العذب والجميل والذي يسلب الألباب ويمتع القلوب تفضل يا أحمد لو تروي الحكمة تجربة جميل كصغير كسرت لعبته يبكي وينوح العمر تسرب من بين أصابعه كالرمل وذابت ضحكته كالثلج على شفتيه
تمر عقارب ساعته كالثعلب في الحقل مراوغة، تأكل سنوات العمر كما يأكل أفراخ حمام، وكما يزحف ثعبان الأسمنت على أرض النيل ويبلعها. زحف على رئتيه الهم وغطاه التعب، وبأفكار عالية كالطبل يحاكي موسيقى ليلته، يتغنى بمواويل الجدات وجدران المنزل تسمعها، يكتب من وحي خيال الزمن الدوار عليه كساقية، ويقول العمر تسرب من بين أصابعه كالرمل، امتص الزمن العطشان مياه صباه، فلا يشبع من ماء العمر كما لا يشبع من ماء النيل القصب. يجمع حكمته من رمل القرية، من أفواه المداحين، ومن مجذوب في شارعه، من أطفال النجع وخطة ثأر تكوي أطفال البندر. يجمع حكمته من تلك الغربان على أجران القمح، ومن عصفور قرر أن يأخذ حصته من خبز الجيران الشمسي، ومن قطته تفتح للفأر المصيدة، ومن جميزة قريته ذاكرة الناس، ومن صوت الفاس على شجر الصنط، ومن جدته وهي تعاتب موتا خطف الأبناء وأجلها، من صوت العمال يغنون لشد العزم والشغل البال، وما زالت حكمته تتفتح كالزهرة لو ترويها تجربة، فضته سنوات من تعب وتجاربه الذهب، ما زال الشاعر يطرح في نار التفكير التجربة، وينفخ في كير ليشكل معدنها البراقة، ويسأله صاحبه ما السبب، لهب يلتف عليك ويدفعه لهب، فابتسم الشاعر وأجاب الشعر النار وكل الناس الحطب. فابتسم الشاعر وأجاب الشعر النار وكل الناس الحطب. خفف عنا قليلا يا أحمد من أجل هذه الروعة العالية، لابد أن نحاول بسط شيء من التوازن بشيء من النقاش لعل قلوبنا تهدأ قليلا. يعني ليتك تذكر لنا بعض الأخلاق التي ينبغي أن يكرس الشعراء من حبر أقلامهم لأجلها، حتى تظل قصائدهم مضيئة يا أحمد في زمن العتمة. تفضل. والله الأخلاق التي يجب على الشعراء أن يكرسوا حبر أقلامهم من أجلها لتظل قصائدهم مضيئة. لابد أن يكون الشاعر نبيا في قومه، كالنبي في قومه. النبوة هنا صديقي نبوة إنسانية، يعني لا ليست دينية، أقصد بالمعنى الحرفي، ولكنها نبوة إنسانية. لابد أن يكون الشاعر نبيا في قومه. أظن الفكرة واضحة. أكمل. يأخذ قومه من الظلام إلى النور، يخرج هؤلاء السائرين في الظلام والعتمة إلى الضوء. لابد أن يكون الشاعر النبراس في الظلام يا صديقي، وهذا ما أريد أن أقوله في هذه الجزئية. ربما تقودني إجابتك هذه إلى سؤال جديد يا أحمد، يعني ما المطلوب حتى نكون إنسانيين فعلا لا قولا فحسب من وجهة نظر الشاعر أحمد مدني؟ ماذا ينقصنا؟ أرى أن يطبق الشاعر ما يريد أن يراه في نفسه وعلى نفسه. نعم. كل شاعر لو امتلك النظرة الصائبة والفلسفية التي تقوده في ظلام، من ظلام إلى نور، سيدرك أن هذا هو الحلم، فلابد أن يتبع حلمه ويأخذ قومه من أيديهم بكتابته وبقلمه وبتصويره وبمجهوده، ولابد أن يجتهد ويعمل أكثر حتى يستطيع أن يقوم بإيصال هذه الأشياء بسرعة كبيرة، لأن اللغة هي الجسر الواصل ما بين المتلقي وما بين الشاعر، فلابد أن يطور الشاعر من نفسه على مستوى الأدوات والكتابة، وفي نفس الوقت على مستوى الفكر. اسمح لي أن أتجاوز هذه المرة يا أحمد وأطلب منك نصا عموديا. نريد أن نسمع منك قصيدة جديدة قبل أن نكمل نقاشنا. تفضل.
أنا اخترت عمودية وأرجو أن لا أكون قاسيا بهذا الطلب، لكنني على ثقة أنك جاهز ودائما أنت مستعد، تفضل. مشهد آخر من حياة أخرى. منذ استراحت على الأرض البساتين، إيه، وقبل أن تبتنى فينا الزنازين. منذ استراحت على الأرض البساتين وقبل أن تبتنى فينا الزنازين، أنا على سطح موالي أدندن للورد الأغاني فتهتز الرياحين. الله. ولم تكن فوق أرض الله معركة، ولم يكن بين خلق الله مسكين، ولم تشأ وردة إلا مصالحة العشاق، لا متعب فيهم ومحزون، ولم تبح قمحة بالسر كيف نمت وكيف بالماء أنشى عودها الطين، وكانت الأرض في الأحلام سابحة ولا استباحت دم المقتول سكين. كأن حبا أتى في أوج فتنته وقال كونوا كما أعددتكم كونوا. هناك حلق في الأفق الحمام ولم تمل بنا مرة هذه الموازين، فلم أرى الناس في حل وفي سفر ولم تضر بالمساكين الطواحين. يا الله. مد المكان لكل العاشقين يدا فلن يخونوا ولو قالوا لهم خونوا. مد المكان لكل العاشقين يدا فلن يخونوا ولو قالوا لهم خونوا. غزالة صالحت صيادها ومضت، وصالح الورق المكسور تشرين، وصالح القاتل المقتول، وانتهت الحروب إذ سلسلت فينا الشياطين. هنا على الأرض صب الغيم خمرته في كاسها، سكرت منه البساتين، فداعب الشجر التفاحة سكرت منه البساتين، فداعب الشجر التفاح وابتدأ الغناء، وابتهج الرمان والتين. شددت حبل خيالي كي أكون هنا، لو قيل قد جن فليحيا المجانين. الله. لما صفالي خيالي شددت حبل خيالي كي أكون هنا، لو قيل قد جن فليحيا المجانين. جميل. لما صفالي خيالي لم أبالي بما يشده وهو بالأحلام مرهون، وذلك المشهد المجنون يرسمه الرسام أو شاعر بالحب مفتون. أنا هناك جناح ما أطير به، أنا هناك والسر في قلبي الجواب مكنون. أنا هناك وحدي أعد. هناك صفي البال، وحدي هناك صفي البال أسألكم. أنا هناك جناح ما أطير به، والسر في قلبي الجواب مكنون. عظيم. وحدي هناك صفي البال أسألكم، ماذا لو الفاء لم يقبل بها النون. وحدي هناك صفي البال أسألكم، ماذا لو الفاء لم يقبل بها النون. لما كان هناك فن يحمل الإنسانية على جناح الصفاء والنقاء، لما كان هناك فنون نهرب بها من وجع الحقيقة المرة إلى خيال متمنى ننشده واقعا قد يتحقق يوما، إذا ما أمنا بهذا الفن العالي، إذا ما أمنا بهذه الرسالة الواعية التي تؤسس بها من خلال هذه أو تؤسس لها من خلال هذه القصيدة الغالية والعالية جدا. أحسنت أحمد، لفض فوك ولا عاش شانئوك. أحمد مدني عن القصيدة العربية وحتى تعيش وليكون الشعر في زماننا إضافة إلى المكتبة العربية، ما المطلوب من أجل تحقيق ذلك؟ المطلوب صديقي، أرى أن المطلوب من الشعراء أن كل شاعر لابد أن ينظر إلى تاريخه العربي الممتد والعريق والعظيم، ويضع نفسه في سلمة أو في كسلمة في هذا الطريق الطويل. نعم. لابد أن ينظر كل شاعر بصدق إلى ما يفعله. أحسنت يا أحمد.
إلى القصيدة الأخيرة، وللأمانة مر الوقت خاطفا وسريعا رفقتك، فقصائدك عذبة وتسلبنا إلى جانب شعورنا، تسلبنا الوقت فلا نشعر به كيف مر وكيف انقضى. إلى القصيدة التي تفضلها مسكا لختام هذه الحلقة يا أحمد، تفضل. أغنية منسية لولد منسي، تنسى إذا فتح النهار الباب للأحباب وانحلت حبال المركب، تنسى على الطرقات لم يمسك ثيابك يا غريب سوى غبار الموكب، وتمر مبتسما وتحمل فوق ظهرك ما يضيق به براح الكوكب، لما مراكب فجرك ابتسمت ومدت للرحيل شراعها لم تركبي، قمر تواريه البيوت الفارغات وقلبك المهجور والبوح الندي، رسمت يداك على الجدار بحيرة وحديقة ويدا تلوح لليد، ألقت أكف اليأس شال الأمس فوق غد فصار الأمس يأتي في الغد، وسماؤك اكتحلت بليل حالك فبأي نجم يا غريب ستهتدي، سكبت بلاد ناسها في البحر فانتشلتك أسراب الصقور النازحة، ألقتك مجروحا وتنهش فيك غادية وتلعق من دمائك رائحة، خارت قواك ولا ضياء يمر فيك سوى انعكاس للسيوف الجارحة، وتدور حولك لا ترى شيئا ولا صوت سوى صوت الكلاب النابحة، هذا هو الزمن الخاؤون يلف حبل ظلامه حول الرقاب الثائرة، في عرفه تستبدل الأقوال بالأفعال تمحى كالحروف العابرة، عش في كهوف الوحدة القرساء لم تلحظك يا هذا بلاد عامرة، لا تلتفت للسائرين على الجسور ولا لأسراب النعام السائرة، من قرية طمرت بك الأرض الخصيبة من ربابتها ومن أبراجها، من لهجة قروية أرض وساقية وأغنية إلى حجاجها، من ظبية تجري ومن صوت الدفوف وحضرة حنت إلى حلاجها، نضج النشيد وشاب بوحك واستوت سفن مهاجرة على أمواجها، واستوت سفن مهاجرة على أمواجها، لكننا لن نهاجر هذا الجمال ونحن على موعد لابد وأن يتجدد قريبا رفقتك يا أحمد، وأن انقضى الوقت سريعا إلا أننا لابد أن نتفق على موعد لاحق رفقة الشعر، لأن شعرك عذب ويستحق المتابعة. شكرا لك يا أحمد، أنرت بيت القصيد. شكرا لك مصطفى، وشكرا لكل الأصدقاء العاملين في معك في البرنامج. شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام، بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة. الأسبوع المقبل يتجدد لقاؤنا وإياكم رفقة شاعر جديد. دائما ظلوا في رعاية الله.